أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نفذت قوات الأمن انتشارا أمنيا في جانب الرصافة في العاصمة بغداد وقطعت غالبية الشوارع والجسور الرئيسية. وقال مصدر أمني بأن القوات الأمنية تباشرت بالفتح التدريجي للطرق التي أغلقتها ضمن جانب الرصافة بشكل كامل في الساعة 5 فجرا. ويأتي هذا الانتشار الأمني في ظل المساعي الجارية من قبل الإطار التنسيقي الموالي لإيران لعقد جلسة لمجلس النواب والمضي في تشكيل الحكومة المقبلة، رغم مقاطعة التيار الصدري للعملية السياسية برمتها احتجاجا على ترشيح الإطار لمحمد الشياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء. دعونا نتابع هذه المقاطع التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق للانتشار الأمني في بغداد. انتشار أمني في بغداد، انتشار مو طبيعي. شنو السبب؟ ما حد يعرف. إذن ما دلالات هذا الانتشار الأمني وقطع الطرق الذي أدى إلى استياء شعبي عراقي دون سابق إنذار أو بدون وجود ما يتوجب ذلك، كما قال العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وفي المقاطع التي صوروها؟ دعونا نتابع هذا المقطع. قائد رئيس الوزراء قطع الشارع على العالم وخلى العالم هاي كلها تبات بالشارع. هاي قطع للجسور، قطع للشوارع، قطع لكل بغداد. اي منفذ ماكو، حتى لعائلتك هاي بدبابات وبالدوزرات قاطعين الشوارع. هاي العالم شنو باقيه بالشارع ما ادري، يعني هسه تم بيت الشاي. العالم ما تعرف شنو الاسباب. قائد عام قوات مسلحه، رئيس وزراء، وزير دفاع، وزير داخليه، وين؟ هاي شنو هاي؟ عفتوا العالم يباتون بالشارع وقطع، ما نعرف شنو الاسباب ليش؟ شنو اللي جاي يصير ببغداد؟ اذا انقلاب عسكري يعني؟ مصادر أمنية أكدت بأن ما حدث هو ممارسة أمنية للقوات الحكومية، إلا أن فيديو انتشر لعقد اجتماع بين قيادات أمنية عالية المستوى على رأسهم رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي والفريق أحمد أبو رغيف وقائد عمليات بغداد عبد الأمير الشمري. دعونا نتابع هذه الصور للحظات الأولى لوصول هذه القيادات الأمنية، كما نشاهد رئيس المخابرات رائد جوحي، القاضي السابق، وكذلك قائد العمليات عبد الأمير الشمري، وبعد ذلك سوف يدخل أبو رغيف. هذا الاجتماع الذي حصل اليوم فجرا، والانتشار الأمني الذي يعني أرعب العراقيين. طبعا هنا تساءل عراقيون، كيف يتم هذا الاجتماع الأمني ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي غير موجود؟ فهو قد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة السنوية. طبعا هناك بيان صدر من خلية الإعلام الأمني ونوه حول هذا الانتشار، وجاء فيه تنويه: ستنفذ قيادة عمليات بغداد بعد منتصف ليلة اليوم الثلاثاء ممارسة أمنية تدريبية ضمن جانب الكرخ. اليوم في الكرخ، يعني الساعات الماضية كانت في الرصافة، اليوم كذلك موجود في الكرخ من العاصمة بغداد، لذا اقتضى التنويه بتاريخ اليوم 20 أيلول سبتمبر. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول موضوع انتشار هذا العدد الكبير من القوات الأمنية واجتماع القيادات الأمنية دون حضور رئيس الوزراء الذي هو خارج العراق وهو القائد العام للقوات المسلحة. المعلم العراقي كما أسمى نفسه قال: ليست ممارسة أمنية، وإنما الوضع الأمني غير مستقر
وهناك انتفاضة ومظاهرة ليس لها نهاية. لهذا السبب اجتمع القادة الأمنيين والعسكريين يقول اللهم بردا وسلاما على العراقي وشعبه. عماد الخفاجي قال تعلموا يخوفون بهالشعب هذا وياخذون شنو يريدون منا بحجة هذه السوالف. صلاح العراقي يقول الخضراء حامينها العصائب وفيلق القدس الإيراني بعد شكو قاطعين جسر الجادرية. يقول متسائلا مازن يقول غير يعلنون أو ينطون موقف للناس حتى على الأقل شوية تزداد ثقة المواطن بالدولة أو حتى يعتبرها دولة أصلا. يقول متعجبا إذن ما دلالات هذا الانتشار الأمني في العاصمة بغداد في جانب الرصافة واجتماع هذه القيادات الأمنية التي عرضنا مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، جمع رئيس المخابرات وقائد العمليات وكذلك أبو رغيف في الساعات الأولى لهذا اليوم في العاصمة بغداد. يعني احنا قلنا بأنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجري بشكل سنوي. إذن لماذا هذا الانتشار؟ هناك من تحدث بأنه بسبب قرب ذكرى ثورة تشرين في 1 أكتوبر 2011، وهناك من يتحدث عن الاجتماعات التي تدور حول تشكيل الحكومة الجديدة برعاية الإطار التنسيقي المقرب من إيران. نرحب باتصالاتكم ونريد أن نناقش معكم هذا الموضوع. ما دلالات الانتشار الأمني الذي حصل في الساعات الأولى من صباح اليوم في العاصمة بغداد وعقد اجتماع بين قيادات أمنية رفيعة المستوى؟ نعم، طبعا الكاظمي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث بأن يعني في بيان بأنه قال بأنه عملنا خلال العامين الماضيين على إقامة أفضل العلاقات مع الجيران ومع المجتمع الأمني، وأكد على موضوع الحوار بين الكتل السياسية. معنا اتصال أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق، كيف ترى هذا الانتشار الأمني واجتماع القيادات الأمنية دون حضور للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخوي العزيز. من 2003 ولحد الآن نعم العراق بدوامة، يعني اللي نقول يحكمون ولا هم دولة ما يحكمون. والله أولا مو أهل يا أستاذ أفر أخوي الله يخليك. نعم هذول مو أهل، فالعراق راح يبقى هيشي يوم انتشار أمني ويوم يسوون بكيفهم. الوضع يبقى رايق أخوي، حكومة ما تشكل هم ولا هم الانتخابات تقصر لها هم لو عندهم ولاء لهالوطن هذا. ما أول أسبوع شكلوا حكومة أمني هذا الوضع هم هستمرت هم يعني هاي من صالحهم هم. نعم. ألو. وياك أبو عراق. الوضعية هم مرتاحين. والله لا الكاظم ولا السياسيين. يعني إحنا الله يخليك ما نحتاج بعد مخللين. نعم. تحت سيطرة الأحزاب من 2003 ولحد الآن. أتحدى واحد رئيس. ويقول لك أنا أحكم بكيفي وأنا لا عم ماك أحزاب فترة الأحزاب وهذا الكلامين. نعم أنا أشكرك أبو عراق من الفلوجة كان معنا. طبعا الكاظمي قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية أشار في بيانه بأن الأزمة السياسية الحالية صعبة
لكن أبواب الحل يقول ما زالت مفتوحة، وهذا يتطلب حوارا هادئا وصريحا يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع، وداعيا القوى الوطنية والسياسية إلى التحلي بالهدوء والصبر والركون إلى لغة الحوار والعقل. معنا اتصال عبد الرزاق من باب العبد الرزاق. ما هي دلالات هذا الانتشار الأمني المكثف في جانب الرصافة في ساعات اليوم الأولى، ويعني قطع طرق وجسور وشوارع واجتماع قيادات منها رئيس المخابرات وكذلك قائد العمليات؟ كيف ترى هذا الانتشار الأمني؟ نعم، مرحبا بك. نعم إن شاء الله يا حبيبي إن شاء الله. نعم عبد الرزاق تسمعني؟ عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق هل تسمعني؟ نعم. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع عبد الرزاق من بابل، يرجى معاودة الاتصال أخي عبد الرزاق. طبعا مصادر سياسية أكدت في وقت سابق لصحيفة العربي الجليل بأن الكاظمي يعني سيبحث جملة من الملفات العراقية مع المسؤولين الأمريكيين على وجه الخصوص، من بينها الأزمة السياسية الراهنة وملف الوجود العسكري لقوات التحالف بقيادة واشنطن في العراق والحرب على الإرهاب، فضلا عن بحث ملفات اقتصادية. نعم أبو فهد من بغداد. أبو فهد، كيف تقرأ الانتشار الأمني الذي حصل اليوم في الساعات الأولى في العاصمة بغداد؟ أبو فهد. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. إن شاء الله خير. يا هلا بيك، الله يحفظك أستاذ. بالنسبة للانتشار الأمني، رأيي على مدى تقريب. نعم. قائد شرع السلام، ها يعني جاء على تصريح متأكد يعني من هاي متأكد؟ نعم يعني على متصريحات الحميداوي مصدر السلام. نعم. وبالنسبة للكاظمي يعني هو إذا حضر وإذا غاب يعني هو نعم يعني أليس من المفترض بأنه القائد العام للقوات المسلحة يجب أن يكون حاضرا في هذا الاجتماع لو هناك أمر طارئ؟ يعني بما أنه هو خارج العراق فاضطرت هذه القيادات للاجتماع. لا أستاذ، بالنسبة لهذه القيادات ما يعترفون بي أصلا، زي ما أقول لك أنا يعني. شلون؟ ما يعترفون، والله ما يعترفون بي، يعني هو قلت لك مجرد حبر على ورق. يعني ما يعترفون بي رئيس وزراء أو هذا أو منصب، ما يعترفون بي. أما لهم قياداتهم واحدة. نعم. زين، اليوم الخلية الأمنية أشارت بأنه كذلك اليوم في وقت متأخر سوف يجري انتشار أمني في جانب الكرخ. تدري اللي صار الانتشار بالرصافة، اليوم راح يصير بالكرخ في الساعات المتأخرة من ليلة اليوم. اي نعم أستاذ، المنطقة الخضراء هيوان غالب الكرخ. نعم أكيد، يعني أكيد عامل المنطقة الخضراء على المنطقة يعني. الهدف المنطقة الخضراء. اي نعم، المنطقة الخضراء هي 100% المستهدفة. نعم نعم، يعني رأيي الشخصي. نعم، أنا أشكرك أبو فهد من بغداد. عبد الرزاق من بابل يعاود الاتصال بنا. أجدد الترحيب بك أخي عبد الرزاق. كيف تقرأ دلالات هذا الانتشار الأمني والاجتماع بين قيادات أمنية في العاصمة بغداد؟ أخي عبد الرزاق أرحب بك. عبد الرزاق هل تسمعني؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق من بابل. وياك. نعم. تسمعني هسه عبد الرزاق؟ إن شاء الله. تسمعني عبد الرزاق؟ نعم. هناك مشكلة في الاتصال مع عبد الرزاق من بابل. أبو محمد من السعودية، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الرحمة للشهداء. آمين. والشكر في دين
التي تنقل معاناة العراقيين، وإن شاء الله نصر ثوار تشرين على يد قناة الرأس. قال تعالى: استطعتم من قوة ومن رباط الخيل به أجوكم. مرة في إيرانيين حاولوا يهربون متفجرات في الحج، قبضت عليهم الجمارك السعودية وحكم عليهم بالإعدام. ومرة هربوا سكاكين وجعلوا فوضى وأشعلوا النيران في سيارات الأمن وقتلوا رجال الأمن. ترى الحسين معمم إيران، تراها كذبة ضحكوا فيها على العامة. الذي وضع عبد الله بن سبع يهودي كذب وقال أسلمت، ميليشيات إيران والإحزاب 19 سنة العراق وأمواله يتقاسمونها ويدعمون إيران. من يحكمون العراق الآن لهم سفراء في جميع دول العالم. أمريكا لو ينتهي بترول العراق ستخرج من العراق. من يسب ويشتم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه ليس مسلم والإسلام منه براء. لا تشجعوا ثوار تشرين على شجعان وأقوياء. شكرا جزيلا. أبو محمد من السعودية كان معنا. دعونا نذهب إلى ملف آخر تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون ومنهم عراقيون مقطعا مصورا لرئيسة مجلس النواب الأمريكي ناسي بيلوسي وهي تتباكى وتذرف الدموع أمام نصب تذكاري في أرمينيا. وذكر الناشطون بيلوسي بإجرام بلدها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان وقتلها الملايين وتدمير بلادهم، واصفين دموعها بدموع التماسيح التي تحاول بها بواسطة الإعلام الغربي جلب الأنظار لإنسانيتهم المزيفة كما قالوا. دعونا نتابع هذا المقطع. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي وحول دموع التماسيح التي ذرفتها بيلوسي، كما قال عراقيون وغردوا حول هذا الموضوع وهذا المقطع، ومنهم الصحفي العراقي عثمان المختار الذي غرد قائلا: قتل الأمريكيون قرابة 1 مليون عراقي، هرسوا حتى أجساد الرضع بالدبابات، وشردوا أكثر من 6 ملايين ومزقوا العراق وحولوه لمقاطعات طائفية ثم سلموه لإيران. لكن النفاق يستدعي بكاء بيلوسي، وأيضا ستجد سذجا يتمسحون بإنسانيتها. أما حساب العراق الرشيد فقال: نانسي بيلوسي تذرف دموع التماسيح على ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن في إرفان وتنسى ما فعله جنودها الجبناء كما أسموه في العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا. هذا هو التمويه عفوا والتلاعب الإعلامي بواسطة الغرب. قلم مريم: بالأمس بأرمينيا الشمطاء ناسي بيلوسي تذرف دموع التماسيح على ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، وأين كانت دموعها على ما فعله جنودها في العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا؟ تقول عالم منافق:
شيماء علام تقول بيلوسي وهي تنتحب وتبكي على قبور الأرمن ونسيت أطفال العراق وأطفال سوريا واليمن وأفغانستان، أمريكا أساس البلاء والمؤامرات في معظم دول العالم. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. وضعت الحكومة العراقية السابقة منذ نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي وضعت خطة للقطاع الخاص، حددت بموجبها التعليمات والضوابط والسياسات التشجيعية التي تبنتها آنذاك لتشجيع الاستثمارات في مجال التعليم الجامعي الأهلي ضمن مخطط ينطلق من أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية ليست تنافسية بل تكاملية بهدف استيعاب تزايد عدد خريجي المراحل الثانوية العامة المقبلين على التعليم الجامعي، كما يوضح الدكتور محمد طاقة الباحث في العلوم الاقتصادية وعميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية. وأدى الإقبال المتنامي إلى تشجيع المستثمرين على التوسع في تأسيس الكليات الأهلية، إذ بلغ عددها بين عامي 88 وحتى عام 2000 بلغت 10 كليات فقط. ومنذ عام 2004 بعد الاحتلال الأمريكي أخذ تأسيس الكليات يتسارع على الرغم من التغيرات التي شهدتها البلاد، حتى وصل إلى 75 كلية في نهاية 2019، وتضم 570 فرعا دراسيا موزعة على الأقسام والكليات. في المقابل توجد 35 جامعة حكومية عراقية فقط بحسب بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشورة على موقعها الإلكتروني. ومع تزايد الكليات الأهلية في العراق بينما تتناقص جودة مخرجاتها التعليمية ويعاني خريجوها من تدن في مستوياتهم العملية والعلمية خاصة في مجالات كطب الأسنان والهندسة، ما أسفر عن تدمير مهني ممنهج كما تصفه لجان نيابية في البرلمان. وبعد انتشار عدد كبير من الكليات الأهلية في العراق والتي تعود أغلبيتها لأحزاب وسياسيين، ومع تدني مستوى التعليم فيها قررت نقابتا الصيادلة وطب الأسنان في العراق عدم قبول انتماء خريجي أقسام الصيدلة وطب الأسنان من الكليات الأهلية، راجين من الأهالي الكرام توخي الحذر قبل التقديم إلى هذه الجامعات الأهلية. دعونا نتابع البيان المشترك لنقابتي الصيادلة وطب الأسنان في العاصمة بغداد. فقد اجتمعت النقابات المتضررة من ذلك، نقابة أطباء الأسنان ونقابة صيادلة العراق، لاتخاذ الإجراءات التي تقع على عاتقها وفق الصلاحيات القانونية المنطوية تحت قوانينها الخاصة من أجل إيجاد الحلول التي توقف هذه التداعيات. ولكون النقابات هي بيوت الخبرة للمهنة المعنية بها وتتعامل مع مخرجات الكليات في إدارة مهنتها، ولكون المهنة الطبية مرتبطة مباشرة بحياة المواطن من خلال تقديم الخدمات العلاجية له، فإن ذلك يوجب على النقابات الطبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطن والحفاظ على حياته.
قررت نقابة أطباء الأسنان في العراق ونقابة صيادلة العراق عدم قبول انتماء خريجي الأقسام الطبية من الكليات الأهلية غير المرتبطة بالجامعة والكليات الطبية المرتبطة بالجامعة والتي هيكليتها الإدارية لا تطابق هيكلية مثيلتها من الكليات الحكومية. ماذا قال عراقيون حول قرار النقابتين؟ دعونا نستعرض معكم بعض التعليقات حول هذا الموضوع ومعضلة الجامعات الأهلية في العراق. أبو محمد الرفاعي يقول: لا أعتقد ذلك حلا للأزمة، بل هو جزء من مشكلة جديدة، إذ على السادة الإشراف على قبول الطلبة في تلك الكليات ومتابعة خطة التدريس والاختبارات، وعليه يمكن تمييز الطلبة. أما مرتضى فقال: أنت شتحكي، أغلب الكليات الأهلية تابعة للأحزاب، لأحزاب متنفذة، يقول قراركم ما يمشي عليهم. أما كاظم البصري فقال: أحسنتم، الكليات الأهلية وبالأخص التي تتعامل اختصاصاتها مع أرواح الناس يجب توخي الحذر منها، ويجب معاملتها على أنها دراسة غير معترف فيها. مصطفى الزويدي يقول: باشر يصير تغيير وتتراجع عن هذا القرار، لأن أغلب الكليات الأهلية لشخصيات سياسية مؤثرة. نعم، معنا اتصال أبو شعلان من مسان. مرحبا بك معنا أبو شعلان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا على كل مشاهدينك الكرام. حياك الله يا أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه بشارة أعطيكم إياها، وهذا الانتشار الأمني الذي تكلمت عنه، هذه ثورة قامت في إيران، هاي صار لها 4-5 أيام صارت أن تتفاوى عالمية في جميع مدن إيران. وهؤلاء الجماعة الذي نعم نعم أبو شعلان. نعم تسمعني؟ أسمعك هسه. تفضل. نعم تسمعني؟ أسمعك. تفاوى قبل 4 أيام لحد الآن، والبداية لحد الآن انتفاضة غامة في إيران. نعم. وهذول الجماعة تحكي عنهم الذي اليوم ابتدوا في ساعات الأولى انتشار أمني عندكم، يحضرون نفسهم علشان يندمجون بالانتفاضة، يخاف من العراقيين، يقومون الشعب العراقي يقومون يسوون ثورة ويطيحون الملالي. هذا معلومة منطقية، هم خايفين من الانتفاضات ونبهها وجماعتهم في العراق. الو اسمعك ابو شعلان. هذه المعلومات اخذها اكيد من عندي الكاظمي ولا غير الكاظمي. هذا ما يدري شنو قاعد يجري. وتحياتي لكم. اشكرك ابو شعلان من ميسان. نعم، عرضنا معكم بيان لنقابتي الصيادلة وطب الأسنان حول عدم قبول خريجي الكليات الأهلية من هذه الاختصاصات طب الأسنان والصيادلة، وتحدثنا يعني على عجالة حول عدد الكليات الأهلية الذي يعني ارتفع بشكل يعني عجيب منذ عام 2004 ولغاية 2019، يعني 570 كلية في هذه الجامعات الأهلية مقابل 35 جامعة حكومية فقط. ويزداد الحديث وبتقارير، منها تقارير برلمانية، منها تقارير بحثية حول جودة التعليم في هذه الكليات، وخاصة في المجالات المهمة كطب الأسنان وكالصيدلة وكالهندسة، والحديث عن التراجع في التعليم منذ تأسيس هذه الكليات الأهلية. يعني احنا مثل ما قلنا بأنه من العام 1988 ولغاية العام 2000 فقط 10 كليات، وكانت تحت إشراف وزارة التعليم وبضوابط صارمة، بتعليمات صارمة، بمناهج وأساتذة معروفين، وبأعداد قليل يعني
مو أي واحد يجي يقدم ينقبل في هذه الكليات أو الجامعات الأهلية، لكن الأمر اليوم تغير بالعراق، ما بات يعرف اليوم بمعضلة الجامعات أو الكليات الأهلية في العراق. معنا اتصال علي من النجف، تفضل علي. الله يسعد أخوي. يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. أقول أخوي الله يسعدك، كنت تقول لي عن الانتشار الأمني. نعم. الانتشار الأمني الكثيف، هذول كانوا يخافون، بس هم جايبينهم 2000، جايبينهم 2500 واحد من دول الحرس الثوري الإيراني سكينهم بغداد. راح يطلعون، قاعد تسمعني؟ أسمعك أبو علي، منو اللي جايبهم؟ جايبهم المانيكم والفلسهم دول الإيرانيين الفوق جايين الطاريين. نعم. جايين طابين الغطاء ماخذيهم راح يكتلون المتظاهرين. نعم. شغلة مبينة مبيتة والله العلي العظيم، وحشاها واحد من الإطار التنسيقي مالهم الثاني وقت دول الشرازمة مال إيران. جابوهم خلوهم هناك في سبيل، هو حشاها مؤتمر صحفي قبل 5 أيام، هو واحد من عندهم واحد يسمى الله العظيم كل النواب مالتهم، قال بس يطلعون متحضرين لهم احنا نكتلهم كلهم. نعم. كلهم هذول ما يصيرون اوادم، مستحيل يصيرون اوادم دول. لو هالسجين لو يسوون 40 حكومه بالعالم ما يصيرون اوادم. هاكو مثل يقول اذا اسمعني اخوي، اسمعك ابو حسين. اي هذول جايين يكتلون الشعب العراقي ويروحون. زين انا بس اقول المقتضى الصدر بس انا مناشد وانا من النجف هو من النجف. نعم. هذول لا تستقبلهم ترى نفس الشيء، وراح اقول لك مثل اسمعني من عند هذا، اسمعني تليفون. نعم. اسمعني من عند اقول لك طبيعه بالبدن ما يغيرها غير الشبن. هذول ما صحل بالشوارع، كل واحد يقول لك شنو الاوادم، ابدا مستحيل. هذول راح يشكلون حكومه وما يشوف الحكومه، هم مو اوادم. هذول جايين كلهم باقوا الشعب العراقي، باقوا الخزينه، باقوا المصاريف، طلعوا الايران، خلوا الايران يشبعون براس العراقيين. واحنا اليوم اللي ورا شوف الموضوع المعير، لا صناعه لا تجاره لا كهرباء لا مي، جفت الاهوار. زين ابو حسين الحجل والفرات ما تنكسر. نعم. قره عيونهم وهذا راح لل شو اسمه بالاجتماع مال الامم المتحده. نعم. هم يخاف داسوا على صورته بالقنادر الرصف الخضراء. فيا اخوي ما يصير النجار ولا الحسين يشتي. زين ابو حسين ما الله ورحم الله والديك. اسمعني قبل ما تروح بس اسالك سؤال ابو حسين، تسمعني؟ اي. اذا شكلوا الحكومه راح يتغير شيء بالعراق برايك؟ يعني إذا سووا حكومة، اتفقوا خلينا نقول سووا حكومة جديدة، أي يتغير شيء برأيك بالعراق؟ مو أنا بروح أبيت، مو أنا حاجيتك أنت خوش مصعب وتعجبني والله بالعكس مالك. الله يخليك. مو أنا جيت لك طبيعتي بالبدن ما يغيرها إلا الجفن، وتكمل هالبقايا وراي ما يغيرها إلا الجفن، ما يغيرها غير الجفن. نعم. إلا الجفن. هذول مالك فان، هذول سراديك بالشوارع، هذول كانوا جوعانين وجوا للعراق صاروا اوادم. عامل العامري والقيسي وجايبين لي ابو فتك وجايبين لي شو اسمه هذا الاخر ابو تراب، السلابات مال ايران وقشورهم هذا الخامني الساقط وما ادري من يمامين. عمي هذول مو اوادم، وروح الابيين مو اوادم مستحيل، وما يصيرون اوادم على مقتدى الصدر. اللي يقشمروا ولا يجيبوا ترى ذولا ما يجيبون غير الاهانات والمذله للعراقيين، وذولا كتلوا العراقيين وكتلوا التشرينيين وكتلوا الصدريين، وبعد راح يقتلوهم بواحد عشره. وانا قلت لك ونتبه ونقول هذا الولد قال ابو علي الموسى والنجيب، هذا الولد نقول هذا لا ما كتلهم كلهم راضي كان، لان ايران لا يكتلون المتظاهرين مالتهم ايران. نعم. واحنا نكتل المتظاهرين جايبين جماعه بالوراق من دولار جايبيهم، ولا في جو كاتلون جو ذولا بالعراق راح يكتلون.
نسأل الله أن يحفظ العراقيين. أنا أشكرك أبو علي من النجف، كان معنا. معنا أحمد من بريطانيا، تفضل أحمد. أبو أحمد. أبو أحمد العفو، أهلا بك أبو أحمد، يا أهلا بيك. أهلا بيك. الله يسلمك، الله يخليك، الله يحفظك، حياك الله، يا أهلا بيك. أنا بس إذا رجعت قبل كم سنة أكفت شعار رفع من دولة القانون، إذا تتذكره ويتذكر العراقيين، قالوا بعد ما ننطيها، تذكره لما تذكر مالكي قالها. نعم يا سلام عليك. نعم. فتحت هذا الشعار الآن هم يشتغلون. نعم. يعني هذا الانتشار الأمني، هذه رسالة لمن يعارضهم. وتذكرت أنه رئيس الوزراء، رئيس الوزراء هذا إن حضر لا يعد وإن غاب لا يفتقد، هذا الموضوع متفقين عليه إحنا. لأنه ما يملك القرار، وإلا ما أنت تجي تحطي رأي جوحي قاضي، تحطي يا رئيس جهاز مخابرات، جهاز المخابرات هو شنو مسؤوليته؟ مسؤوليته حماية البلد من من الاعتداءات الخارجية. حتى هاي المفاهيم ضيعوها الجماعة. والأمن الداخلي هو حماية البلد من المؤثرات، من الاعتداءات الداخلية. هم خلطوا هاي الأوراق كلها وشبشوها وسووا لهم في مجموعة، هاي المجموعة هي شو ما يحركوها تتحرك، أطلع منها أطلع منها، روح للكرخ أطلع للكرخ، روح للبصرة أروح للبصرة. هذا الموضوع الأول. يعني زين، شنو الغاية من هذا الانتشار؟ الغاية رسالة للآخرين إنه دير بالكم، ترى إحنا مستعدين. واضحة الرسالة. نعم. نعم. إحنا مستعدين، ترى خاف خاف تردوا تفكرون، ترى إحنا محضرين نفسنا مستعدين. نعم. هذه واحدة. اثنين، نعم. هي ترى بدت الشهادات من صارت الهندسة مسائي. أنا بياسنا ما كنت يعني أنا ما أدري بياسنا صارت الهندسة مسائي. نعم. هذه من صارت الهندسة 50 و60 هي من أنا بدأ خراب الحقيقي. وذول أجوا وكملوا لقوها هي بعد جاهزة، كل واحد فتح له جامعة حط أبناء بيها. يعني تتباوع مثلا كل محافظة بالنجف فد 4-3 طب أسنان. نعم. وصيدلة. هاي ما يحتاج البلد، محسوبة. أكو 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 حسابات عالمية من نسبة عدد السكان الحاجة إلى صيدلاني، طبيب أسنان، طبيب إلى آخره من هاي المهنة. نعم. الأخرى. إحنا الآن كل شيء تايه في هذا البلد، لا يوجد تخطيط، لا يوجد تنفيذ، لا يوجد دراسة على 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 مسافة الموضوع. نعم. أقعد جيب ناس، أقعد مشي حالك، وهو المطلوب. وأعتذر جدا للإطالة. أنا أشكرك، أشكرك أبو أحمد من بريطانيا كان معنا. نذهب إلى قصة أبو أمين الفلاح من محافظة البصرة، حيث قام بزراعة نحو 12 ألف نخلة من أجود أنواع التمور كما قال، وقام بسقيها عن طريق المياه الجوفية في منطقة صفوان. الفلاح بدأ بالتشجير وزراعة الأرض على أمل تمليكه لهذه الأرض، وذلك على إثر قرار سابق بأن من يغرس 50 شجرة في كل دونم ستملك له، لكنه تفاجأ بتبليغه بأنه متجاوز على الأرض ولا يملك حق زراعتها، ويطالب اليوم بجعل العقد الزراعي باسمه. دعونا نتابع رسالة هذا الفلاح من البصرة. خاصة للشيخ أسعد العيداني. شيخ أسعد، أنت ابن شط العرب وابن النخلة، وأنا ابن أبو الخصيب وابن النخلة، وأنا أعرفك وأعرف شيخ غفار الله يرحمه وشيخ عبد الأمير كعرف شخصي. أناشدك بالأخوة ان تثبت حقي بهاي النخله وهذا التعب اللي تعبته هنا، لان كل دوائر الدوله اطرق بابها، هذا اللي يقول لي ممنوع وهذا اللي يقول لي ما يجوز، فما اعرف شنو الحل حتى انا اثبت حقي بهاي الارض. شنو حقك؟ حقي انه انا من اجيت نور الخصيب قالوا كل دونه بينغرس به 50 شجره مثمره يملك. هسه انا ما اريد التمليك، اريد انه هذا العقد اللي موجود ويا الدوله انه يصير باسمي خلاص. ما عندي يعني كل إشكال، لا أني يمحق النفط، لا على طريق استراتيجي، لا أبد، نص المزارع بصفان بمحلات الجنوبية. بالنسبة لي من إجيت بديت مشروع هنا بداخل صفان بدأ يثمر بعد 7 سنوات، بدأت الناس تتجه لي وأنا بديت أزرع هذا النخل للناس بداخل صفان، في حدود 12 ألف إلى 13 ألف نخلة منتجة بداخل صفان زراعتي. تفاعل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول موضوع هذا الفلاح من محافظة البصرة. دعونا نقرأ بعض التعليقات على هذا المقطع. أبو مصطفى يقول: في الوقت الذي أصبحت الزراعة في العراق تعاني الأمرين والنخلة بالخصوص تعاني في البصرة بسبب الملوحة، نجد هذا الشخص يجتهد ويثابر من أجل أن تبقى النخلة رمزا للبصرة. يقول: المفروض دعم حقيقي له ولأمثاله واستغلال تجربته وتعميمها لتعود البصرة الأولى بزراعة النخيل. علي يقول: ممنوع تزرع، ممنوع تصنع
ممنوع تتعلم، ممنوع تنتج. أما سهيل البدراني يقول بالعكس، المفروض هذا يكرم تشجيعه على الاستمرار بالزراعة أكثر عدد من النخيل إذا وجد مسؤول وطني وشريف يحب بلده. جبار المجبل يقول بهذا البلد حتى اللي يكافح ويسوي له شغلة بها خير تنفع وتنفع المصلحة العامة هم يحاربونا. عمي الله يعينك ويثبت حقك وتعبك. دعونا نذهب إلى فقرة الهاشتاج. كشفت مصادر في الإطار التنسيقي بأن مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني اجتمع اليوم الثلاثاء في البرلمان مع بعض النواب بصورة غير رسمية. وأضافت المصادر بأن السوداني ناقش مع النواب ملامح برنامجه الوزاري بالإضافة إلى آخر تطورات الوضع السياسي والمفاوضات والاتفاقيات الجارية، مشيرة إلى أن الاجتماع جاء بناء على دعوة قدمت للسوداني من بعض النواب للوقوف على آخر التطورات السياسية والمقترحات بخصوص البرنامج الوزاري والعلاقة التي يجب أن تكون بين البرلمان والحكومة في حال تشكيلها. وذكرت المصادر بأن عدد الحاضرين في الاجتماع بلغ نحو 60 نائبا تطرقوا إلى قضايا تتعلق بالجوانب الخدمية والمعيشية. وتحت وسم انعقاد جلسة البرلمان غرد عراقيون. دعونا في البداية نتابع هذه الصور، صور اجتماع السوداني مع بعض النواب في كافتيريا البرلمان، حيث تساءل عراقيون لماذا يتم الاجتماع في الكافتيريا دون غيرها. هذه الصورة لمحمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لتولي رئاسة الحكومة مع بعض النواب في كافتيريا البرلمان. هذه الصورة أوضح لعدد أكثر من النواب في كافتيريا البرلمان. دعونا نذهب إلى تغريدات العراقيين حول هذا الموضوع أو تحت وسم انعقاد جلسة البرلمان يصف في نفس الموضوع. أركان السراي غرد وقال: وصلت مرحلة لم يذكر التاريخ أخسأ منها، مهانون مرفوضون من قبل الجميع سوى أموالكم وأسلحتكم معكم. يقول: لعنة الأبرياء التي أزهقتم أرواحهم دون سبب سترافقكم إلى رب العباد حيث لا تضيع لديه الحقوق. علي المشهدان يقول: إذا أراد القضاء العراقي أن يعرف من الذي كان يأخذ مليوني دولار وثلاثة مقابل عدم حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل انسحاب الكتلة الصدرية، فليدقق بالمستقلين كما يقول الذين حضروا جلسة الكافتيريا لهذا اليوم. فسادكم مكشوف وحكومتكم لن تمر. حيدر المرجان يقول: السوداني يعرض برنامجه الوزاري في جلسة اليوم على الرغم من معرفته بأن ترشيحه غير رسمي ويخالف الدستور. باسم يقول: ثورة تشرين مؤكد، هناك نية لارتكاب مجزرة جديدة بحق المتظاهرين في الأول من تشرين، وهناك قناصين ومجاميع ميليشيات تمركزوا على البنايات المطلة على ساحة التحرير وبإشراف المالكي والفياض والخزعلي وبأوامر من قاآني الذي طلب قمع مظاهرات تشرين المنتظرة انعقاد جلسة البرلمان. ارتفعت معدلات الانتحار في العراق بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لتدق هذه الظاهرة ناقوس الخطر بسبب تبعاتها الخطيرة على المجتمع وتأثيراتها على الأجيال القادمة. خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع أرجعوا أسباب هذه الظاهرة لعدة أمور نستعرضها وإياكم في هذا الانفوجرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع.
وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.